تعرفوا معكم عبوس من قطع بالدنزي وكل بلعبة مايكاب سلسلة سيفي كاركاركاس. قبل لا تنسوا لايك شو عرصوا 50 مشترك بعدكم 19 يوم ونوصل 50 مشترك ان شاء الله. وشباب شكرا على 45 مشترك. يا شباب خلنا نبدي شباب اليوم حنسوي المطبخ، بس يعني ما حنسوينا هنا تعبركم، يعني راح نسوينا هنا جوان هو يعني منكم عبروا ما حنسوينا بهاي هنا يعني مثل هنا البابا او اي مكان. لا يا شباب ما راح نسوينا الصالة، بس نسوي خلف الكواليس يعني هنا يعني حنسوي. يا بابا هذا مكان كبير كبير كلش. شباب اسه يا شباب راح اجيب دوا عندي شباب. انا صنعت نايت فيجن، هذا ينوبه وانا على الشي يسمونه يعني اي مكان ظلم نقدر نشوفه. فهسه راح اجيبه يا شباب وارجع لكم. جبت النايت فيجن هذا اللي يعني يطلع ضوء. بس هسه كل شيء ما صاير بعض طلعنا الضوء الحمد لله. يلا خلني ابني نبدي شي يسمونه. اول شغله من نايس هيج شباب هسه بس ارجع لكم. شو رجعنا لكم؟ يلا خلني نبدي اول شي من نايس مطفيتشن. هيش تسوي شباب وهيش شباب لازم نسوي نحاول نسوي الحركة كالسرعة. هيش نسوي هاي شباب جاهزين اراويكم الحركة السحرية مالت. الكل يعرف الحركة السحرية. جاهزين شباب؟ هاي شباب حسبون واحد ثلاثة راح تشوفون. هاي واحد اثنين ثلاثة شباب بالعجل شو قلت ثلاثة جوال كلها صار هيك. او ماي جاد والله حركة سحرية اسطورية. لازم نسوي هيك. ما صح انه لازم نسوي هيك. يلا يجي نسوي هذا كل الباقي نسوينها باللون الاحمر. يعني لازم كله نسوينها باللون الاحمر بالنسبة السقفين نفس اللون نسوينها بالقاعية الفوق هو اماني. يلا لازم ايش نسوي؟ نمشي من هنا ما كامل لازم نسدي. يلا ومن هنا نسوي هيج وهيج. حتى بالفيديو الجاي نأثر المطبخ بالفيديو الجاي. يلا يلا يا شباب يلا سخن ناخذ اللون الاحمر. ما محتاجين شو يسمونه الابيض، بس هسه محتاجين الاحمر حتى نسوي بي شو يسمونه شو يسمونه شباب. بس ما اعرف شنو ما اعرف اسمه الحائط قصدي يا شباب اللون الاحمر. يلا خلينا نكمل. يلا شباب هسه راجع لكم. شباب رجعنا لشباب رجعنا لكم. يلا يلا منا سوينا هيجه. يلا ومنا همينة. يلا وانا عاد اشوف شنو المو حلو يا شباب واعدله. بس اتوقع الحايط مو راح يصير مو حلو. بعدين عاد اشوف الحايط اذا مو حلو فهاي. واذا انتم كتبوا يا شباب بالتعليقات اذا تشوفون الحايط حلو حلو مو حلو تقولي بالطريقات. عبوس الحائط مو حلو واخره سوي له لون وتقولوا لي اقتراحاتكم اللون والارضيه. يريد يعني اللون للارضيه واللون للهو هاي جد اقول. يعني مثلا قولوا لي شنو يا لون عاجبكم دا تفكرون بي يعني واكثر لون يعني يكتب يعني شوف التعليقات هو يقولوا لي يكتب يعني مثلا شوف التعليقات لي عبوسي هذا سوي اللون. واحد كاتب نفس اللون والبقيه كلهم نفس اللون فسوي اللون اللي تريدونه هواي. يعني اشوف اكثر لون تريدونه او التعليقات يعني اشوفه تريد هذا اللون اكثر شيء فشي يسمونه احطه. بس انا احط احمر ولا يمكن ما غيره عندي اشوف يعني مو حلو. فشوف بدي افكر تصميم اسطوري. بس خلي اكمل اللون الوان هاي منه مو ولا بس يلا وركا تراني باني شوي مني شو اسوي. يلا منه خلي نكمل هيجي نكمل ومنه لا منه والله منه خلي نسوي هيجي
يلا نصعد من هيك نسوي هيك يلا ومنه من سد سريع ومنه شوف لو هاي حبقي هيك احسن فهو طالع لي شي يسمونه هي بدون ما اسوي اللي شي يسمونه بدون ما اسوي سقف فيها هاي سقف فيها مكاني لا منه نص راح يطلع حتى لو عدل اتساكو بس خلاص اسوي هاي حركه لاي يلا كاسو منه عشان راح يخلص كش ما اشوف يا شباب كش ما اشوف نهائيا شو اخر راح اجي نايت فيجن ورجعت شباب شو رابط نايت فيجن ورجعت يلا يلا فنرجع يلا سريع يلا ونفوض منه ويلا ومنه نجيب بعض ستوك زين كفي العادي كفي يا شباب يكفي والله الحمد لله يكفي سريع ومنه ويجي نحط هاي ومنه نحط هاي ويجي نسوي شنو اللي حاطينه هيجي ها ما اقدر اشيلها يا شباب يعني ما اقدر يعني شنو اللي سوينا اوه جاد لا ما نقدر نشيل الدرت يا شباب لا غلط غلط لا ما نقدر يا شباب عاد لازم نسوي السقف يا شباب للاسف لازم نسويه يلا خلنا نسوي السقف سريع يلا سريع ليش ليش ما تقدر ايه هسه تقدر ومنه منه ما كملي سريع منه شباب حسبون واحد ليه ثلاثة واحد اثنين ثلاثة شوف صارت بس يلا وصلت غرفة رهيبة وش اللي نسوي ناس يا شباب ترى منه نمشي واحد اثنين بعدكم انتوا شايفين وين ثلاثة ورا شو نسوي وش بعد لهناي يلا ومن هاي نحط هاي ونحط هاي من هاي شي يلا والله يلا هي شي احسن يلا من هاي لونه يلا منا يلا يا شباب حرف الاي يلا ومنا يم حرف الاي نسوي يعني عبوسي جيمز هنا واحد اثنين حرفي يا شباب حرفي يصير شيء اسطوري بس احط حرفي بمعنى كلمة يصير شيء اسطوري يلا هو شو وقت ما يخلص اللي هو اللون الابيض قد بعد ما احط هسه احط اسمي انا صار شيء اسطوري من هنا من حاط اسمي هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة ونسوي هاي وهاي وهاي ويجي نسوي تكملة من هاي تكملة وتكملة 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 يلا يلا كمان منه حرفين أنا دوا بعد منه يلا إن شاء الله بالحلقة اللي تجي أسوي أثر يلا والله شوف طول منا نسوي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إيش نسوي إيش منا لا ليش سديتي الله لا كسر فوقها قمت كسر فوقها يلا
يلا عنا 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 يلا اها انا يا حط هاي ماني يصير شوفوني بمعنى الكلمة منا 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 وش هنسوي؟ وهيجة وخلصنا بعدين هواي بس انا بحاول انه اصب هواي يلا منا نسوي هيجة هيجة شباب حتى لو هيجة يكون حلو انا شباب يم الباب ويجي تصير هاي حركة اسطورية نلحق هو كده محتاج مسافة 1 2 3 4 5 انه 1 2 3 4 لا ما يكفي منه انه واحد منه 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 ومنه يلا لا مارد منه مارد منه منه ايه من هاي الجهة القصة اللي صور 11 دقيقة زي ما طولت انا بقى 20 دقيقة ايش شباب يلا سريع والله سريع طولي بالسرعة والله صار سريع يحتاج يمكن بعد يحتاج واحد يسوي منا يلا واحد بعد منا يلا عيونكم يلا ومنا 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 يلا ومنا نحطها وحدة ومنا ومنا ويلا نكتبوا بقالة و 17 ثانية يلا سريع على الكلنهي لا صح عن جاي بي انا تفيدين اكثر اي هذي شير باي يلا شوف خلينا هالفيديو وياكم واو شوف بقالة كل شي شوفوا واو شلون صار اسطورة منظر اسطورة والله جدار كل شي منا 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 جيب لون الابيض يلا ويلا سوري خلينا نهي الفيديو يا شباب والاساطير يلا يلا في شباب هيجي نهاية الفيديو لا تنسوني اللايك شباب وصوني 50 مشترك قبل ما نطب رمضان 50 مشترك ويا شباب بعدكم 19 يوم حتى نطب 50 مشترك وشكرا على 45 مشترك واتمنى يعجبكم الفيديو وهذا الفيديو والمطبخ اللي سوينا وياكم سلام عليكم باي باي لا تنسون ضغط اللايك والشير والسلام عليكم باي باي.